ميعاد الطبيعي بتاعه اللي هو في النهاية العام. هل الأهلي لو احتاجوا الفترة دي مش هياخدوا؟ الأهلي لم يتحدث في هذا الموضوع، والأهلي من الأندية اللي بتحترم معقوداتها، وما أعتقدش إطلاقا إن هو هيتكلم. لم يتحدث أي أحد في الموضوع. شايف المباراة بقى بكم ازاي؟ احنا كل اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تطلع مباراة تليق بالعملاقين، عملاقين كبار، عملاقين مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تطلع مباراة تليق بهذا. هل تعرض النادي مصر المقاصة للظلم امام النادي الاهلي، ولا شايف ان ده عادي؟ هو ظلم تحكيمي. انا مش عايز اقول ظلم، انا مش عايز، انا ما يعني مش عايز اقول ظلم تحكيمي، انا اقول اخطاء. انا ما اعتقدش ان الحكم ابراهيم نور الدين هو حكم من الحكام المتميزين الكويسين، انما هو جانبه الصواب في مجموعه من القرارات اللي اضرت بالنتيجه المباراه.